الحلقة دي للمبتدئين. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، الحلقة دي فيها الخلاصة. جيتار كلاسيك. الجيتار الكلاسيك او تارو نايلون غالبا هتلاقي المفاتيح اللي هنا ديت عظم او بلاستيك، والحتة اللي في الوسط ديت هتلاقيها بيضة، ديت بلاستيك، مش هتلاقيها معدن غالبا يعني، الا في جيتارات قليلة جدا. الجيتار الكلاسيك ليه علبة صوتية زي ما احنا شايفين، وليه فتحة. بعض الجيتارات الكلاسيك هتلاقي ليها الجهاز الصغير دوت، الجهاز الصغير دوت عشان اوصل الجيتار دوت على طول بامبليفاير، او اوصله بميكسر لما اجي اسجل. هتلاقي غالبا طبعا مع الجهاز اللي هو اللي بيبقى فيه الايكولايزر دوت، لازم هتلاقي فتحة فيه عشان اوصل كابل اللي انا هوصله من الجيتار اوصله للامبليفاير. صوت الجيتار الكلاسيك الصوت بتاعه بيبقى حنين شوية بسبب ان الاوتار نايلون، بتبقى العزف بتاعه اسهل نوعا ما من الاوتار المعدنية. الاوتار المعدنية بتحفر شوية في الايد، انما الاوتار النايلون بتبقى اسهل شوية. بنعزف بيه الكلاسيك اللي هو بنقر بصوابعي، وممكن كمان يتعزف بريشة. طالما جبنا سيرة الطهرة، ادي الريشة، هي دي الريشة. هتلاقي منها اشكال والوان مرونة، كل واحدة ليها درجة معينة من المرونة، وكل واحد باللي بيفضله. انا كنت بلعب الاول بريشة مرنة، وبعدين فضلت ان انا العب بريشة صلبة، دلوقتي ما بلعبش بريشة مرنة. بعض الجيتارات هتلاقي بتتباع معاها حتة كاوتش كده، الحتة الكاوتش ديت بتتحط على الفتحة بتاعت الصوت بتاعت الجيتار. طب دي فايدتها ايه دي؟ لو انا بعزف الميكروفون، الميكروفون جوه الجيتار، الميكروفون جوه الجيتار وبتحكم بيه بالإيكولايزر دوت. لو الصوت اللي انا بعزفه من الجيتار طلع من السماعة وجيه تاني دخل في الميكروفون، بيخش يردد نفسه تاني ويترد تاني، فيترد تالت وهكذا، فبيعمل صفير او بيعمل حاجة اسمها فيدباك. صوت بيبقى طالع وحش جدا من الامبليفاير، والناس كلها بتقول لك ايه ده، ايه ده، ده صوت وحش قوي، صفاره بتطلع كده، او صوت ديستورشن عالي جدا. طبعا حته الكاوتش اللي بتتحط على العلبه الصوتيه دي بتخلي الصوت ما يدخلش للميكروفون اللي جوه كتير قوي، فمش بيلقط بسهوله اي صوت طالع من السماعه او من الامبليفاير اللي بيطلع، فبيقلل الفيدباك. هو مش بيمنعه خالص، بس بيقلله يعني. فدي فايده الحته الكاوتش دي، بتتباع لوحدها على فكره على اي باي او على امازون، ممكن تشتريها رخيصه مش غاليه، او اي حد مثلا في محل الادوات الموسيقيه ممكن يجيب لك واحده زي دي عشان تقلل الفيدباك اللي بيطلع لما بتيجي تعزف، بالذات للجيتارات اللي الميكروفون بتاعها داخلي. لو الميكروفون انت حاطه قدامها ما تحطهاش طبعا، لانك انت محتاج العلبه الصوتيه تطلع الصوت للميكروفون اللي بره. فلو انت حاطط ميكروفون قدام الجيتار، ما تحطش الحته الكاوتش ديت على العلبه الصوتيه، لانها بتكتم صوت الجيتار. ده للجيتارات بس اللي المايكات بتاعتها بتبقى موجوده، غالبا بتبقى تحت الفرصه او تحت الكوبري دوت، البريدج دوت. وبيبقى بعض الجيتارات المتطوره شويه بيبقى في ميكروفون هنا وفي ميكروفون جوه العلبه، بيسموه جوزنيك او رقبه وزه، محطوط جوه، وفي ميكروفون يعني محطوط جوه متوصل بالجاك بتاع الجيتار ده. طبعا غالبا الجيتارات اللي بيبقى فيها امبليفاير بتلاقي فيها حته عشان بطارية، بتخش بطارية 9 فولت عادية جدا، او بطارية قلم، او حسب نوع البطارية اللي فيها، عشان غالبا المايكات اللي بتبقى تحت الفرصة او اللي بتبقى جوه العلبة الصوتية بتبقى مايكروفونات كوندنسر، يعني بتبقى مكثفات، فبتحتاج طاقة عشان الميكروفون يشتغل ويلقط بحساسية الصوت اللي طالع ده، ما بتشتغلش بغير بطارية. انما البطارية مش مشكلة مع الجيتار لو انت هتعزفه اكوستيك، او لو انت هتحط ميكروفون قدام الجيتار. ده بيسموه الجيتار الاكوستيك. الجيتار الاكوستيك جيتار رقبته ارفع شوية من الجيتار الكلاسيك، اوتاره معدنية. هتلاقي غالبا المفاتيح بتاعته متركبة على لوحة، واللوحة ديت المفاتيح اللي فيها حديد، لان حديد على حديد. مش هتلاقي ابدا جيتار اكوستيك المفاتيح بتاعته طالع منها بلاستيك، مستحيل، البلاستيك هيتاكل بالحديد. فاللي بيحصل ان المفاتيح بتبقى كلها حديد، الرقبه بتاعته رفيعه شويه، الاوتار بتاعته معدنيه وصوتها معدني،
ليه علبة صوتية بالظبط زيه زي الجيتار الكلاسيك. وممكن تلاقي برضو الجيتارات الأكوستيك بيبقى فيها ساعات إيكولايزر. الإيكولايزر ده برضو بدخله من فتحة في الجيتار، أو ساعات الفتحة بتبقى في جسم الجيتار الكابل اللي أنا عاوز أسمعه، وبيبقى فيه ميكروفون أو أكتر من ميكروفون، واحد تحت البريدج واحد جوه، على حسب النوع الجيتار اللي أنت شاريه. فالصوت بتاعه بيبقى معدني، ممكن يتلعب بالصوابع، وممكن يتلعب بحاجة بين الريشة وبين الصوابع، اللي هي عبارة عن ريشة بتتلبس في الصوابع بقدر أعزف بيها. الجيتار الإلكتريك، الجيتار الإلكتريك هو جيتار بيبقى غالبا صلب، ما فيهوش علبة صوتية. ليه؟ لأن الصوت بيتنقل من الأوتار المعدنية بتاعته عن طريق حاجة بيسموها الكويلات أو الملفات أو الميكروفونات بتاعته. ميكروفون عبارة عن ملف محطوط تحت الأوتار ديت، بيلقط عن طريق الحاجات اللي انتوا شايفينها الصغيرة ديت، عبارة عن رؤوس الميكروفون دوت، بيلقط من الأوتار المعدنية دي، وليه صوت بقدر أعليه وأوطيه وأتحكم في التون بتاعه من الزراير بتاعته ديت. الرقبة بتاعته بتبقى صغيرة نوعا ما، وبيطلع أصواته لازم تتكبر عن طريق اخونا اللي ورا دوت امبليفاير، فالصوت بيطلع عن طريق الامبليفاير. ميزه الجيتار الالكتريك ان انا بقدر اطلع بيه اصوات كتيره، ودخوله على الامبليفاير بقدر ادخله كمان على حاجات كتيره بيسموها الافكتس او البدلات، او بالنسبه للتاثيرات الصوتيه. البدلات ديت بتعمل لي تاثيرات صوتيه، تعمل لي اصوات الجيتار العادي او النايلون او الكلاسيك مش عارف يطلعها، زي دي مثلا. جهاز التيونر، التيونر ده عبارة عن جهاز بقدر اظبط بيه الاوتار. الجهاز دوت انا بركبه على راس الجيتار من فوق، بعض النوعيات الحديثة منه ان انا بركبه على الراس بتاعت الجيتار نفسه، مجرد ما انا اعزف نوتة النوتة بتطلع لي عن طريق الفايبريشن على الشاشة ديت، فبقدر اعرف النوتة بتاعت الجيتار ايه واقدر اظبط الاوتار بتاعتي. طيب وانا لازم اظبط الاوتار دي على حاجة معينة؟ قال لك ايوه. ليه بظبط الاوتار بتاعتي؟ لازم تكون ليها ظبطه محدده. اما باجي اعزف النغمه اللي بتبقى هنا دي لازم تطلع لي دو، فعشان دي تطلع دو بعد تالت خانه لازم الوتر نفسه يكون لا، فلازم الوتر يبقى مظبوط على لا، الوتر ده يبقى مظبوط على مي، الوتر ده يبقى مظبوط على سي، فكلنا نتفق على نفس الظبطه، بحيث ان انا لما اقرا الموسيقى اللي طالعه لي من نوته موسيقيه او من تاب او من اي معلومه موسيقيه كلنا نعزف نفس النغمه اللي مكتوبه بالظبط. فلازم كلنا نتفق على اوتار الجيتار تتظبط ظبطه معينه. في طبعا اكتر من ظبطه، هي مش ظبطه واحده، في اكتر من ظبطه على حسب نوع الموسيقى اللي انت بتلعبه. ففي ناس بتفضل ظبطات استثنائيه، بس غالبا الظبطات بتبقى كلها يعني في الغالب ظبطه واحده شائعه بين الناس اللي بتعزف جيتار. حزام الجيتار، الجيتار الالكتريك غالبا ودائما لازم هيحتاج منك حزام. الحزام ده بيتركب على الحامل بتاع الجيتار الالكتريك اللي هو اللي انت شايفه دوت، لان غالبا بتبقى لابسه وانت واقف مع الفرقه فبيسهل حمله بالمنظر ده. لو انت قاعد طبعا بتقعد بتحطه على رجلك، ولكن اما بتبقى واقف مع الفرقه لازم الجيتار يبقى متشال بحاجه على كتفك، فالحزام بتاع الجيتار ده مهم جدا للجيتار الالكتريك. بعض الجيتارات الاكوستيك بيبقى لها حزام برضه لان الناس بتعزفها وهي واقفه. الجيتار الكلاسيك غالبا بيتعزف وانت قاعد. وانت قاعد بالجيتار الكلاسيك هتحتاج كرسي للرجل زي دوت، عبارة عن حتة كرسي صغنطوط جدا بتحط عليه رجلك وبتحط على الأرض عشان الرجل بتاعتك بتبقى عالية وانت ماسك الجيتار الكلاسيك، فتقدر تحط الجيتار على رجلك تبقى أعلى شوية من مستوى الأرض ومستوى رجلك التانية، وما يتعبش رجلك وانت شابب بطراطيف صوابعك عشان تشيل الجيتار الكلاسيك بتاعك.
رابع نوع من انواع الجيتارات اللطيفه بتاعتنا جيتار البيز. جيتار البيز دوت صوته غليظ، مش صوته زي الجيتار العادي. صوته هو عباره عن فيه 4 اوتار غالبا، وفي بعض جيتارات البيز تلاقي فيها 5 و6 اوتار ساعات. الاوتار الاربعه دول بيبقوا عاملين زي الجهاز القديم بتاع الكونتر باس اللي بيبقى موجود في الفرقه، وكان بيمسكه عم عظمه ورا ام كلثوم ويقعد يقرص فيه كده. ده عباره عن الاوتار دي غليظه جدا، بتطلع نغمه غليظه بتمشي مع ايقاع الدرامز، وبتقدر من الايقاع دوت انك انت تربط الالحان بتاعتك اللي معموله بالالات الوتريه وما بين الدرامز اللي ما بيعملش اي نغمات، هو نغمه واحده بس جافه. فالايقاع ده بيبقى ايقاع منغم. فالبيز جيتار البيز بيعتبر اله ايقاعيه، مش اله من الات الهارموني والموسيقى وكده. الاله الايقاعيه بتاعتنا او الجيتار البيز دوت تقيل شويه، اتقل من الجيتار العادي نوعا ما. ليه؟ لانه اكبر شويه عشان يستحمل طبعا غلظه الاوتار بتاعته اللي تبقى مشدوده عليه، فهتلاقيه تقيل شويه. المسطره بتاعته مميزه لانها طويله، مش هتبقى قصيره زي مسطره الجيتار الليد، وهتلاقي يعني المفاتيح بتاعته واضح انها كبيره قوي عشان الاوتار اللي بتتشد عليها بتبقى اوتار غليظه، مش اوتار عاديه زي اوتار الجيتار الكلاسيك او الجيتار النايلون او الجيتار الالكتريك، فهتلاقيه كبير. وهتلاقي طبعا الاوتار الغليظه ديت فيها ميكروفونات هنا عشان تلتقط، او كويلز عشان تلتقط الصوت من الجيتار دوت. طبعا مش هنسمعه دلوقتي، انا محتاج ان انا اوصله بالامبليفاير بتاعه علشان يطلع الصوت الغليظ بتاعه دوت. طبعا الامبليفاير بتاع الجيتار البيز هتلاقيه مختلف شويه عن الامبليفاير بتاع الجيتار الليد. امبليفاير الجيتار الليد هتلاقي فيه الاصوات الحاده بتطلع بسهوله، انت محتاج امبليفاير السماعه بتاعته بتنقل النغمات الغليظه وكمان تستحمل الهبد بقى، لان دوت بيطلع اصوات غليظه جدا، فالسماعات ممكن تطير منك لو سماعه خفيفه. فطبعا الامبليفاير بتاع الجيتار البيز امبليفاير مخصص لجيتار البيز، هو هيعزف اي جيتار تاني ولكن الجيتار البيز بيستحمله يعني. فالامبليفاير بتاع جيتار البيز بيستحمل نغمات البيز الغليظه والعلو بتاعها كمان، فالهورن بتاع السماعه نفسه بيستحمل قوه الصوت اللي طالع من البيز. البدلات، بدلات المؤثرات الصوتيه متعدده وبتعمل لك تاثيرات كتيره قوي، تاثيرات صوتيه تعمل لك صدى صوت، تعمل لك الفراغ اللي انت بتعزف فيه كانك بتعزف في قاعه، تعمل لك اصوات ديستورشن اللي هو بتجيب صوته تضغطه جدا لدرجه ان السماعه نفسها تشنش، يعني انت بتحس ان السماعه شنشت، هي السماعه ما باظتش ولا حاجه ولكن الصوت اللي هو حاد ومضغوط بيعمل لك صوت المعوج دوت اللي هو بيبقى عامل زي السريخ او بيتعمل بيه بعض الموسيقى الحديثه في الروك وفي الجاز وفي البوب وكده. فالاصوات الديستورشن بتطلع عن طريق بدلات من ديت. البدلات دي بيبقى لها ضواغط بتضغط عليها برجلك طبعا، دي بتتحط ودي بتضغط عليها مره فتفتح التاثير ده، تضغط عليه مره تانية تقفل التاثير ده، وبتعمل وظائف تانية كتيره، في حاجات كتيره بتعمل حاجات مختلفه. وممكن تلاقي البدلات عليها كذا وظيفه، يعني بتبقى حاجه بيسموها المالتي افكتس. مالتي افكتس بتلاقي عده بدلات موجوده في بدال واحد، وانت بتعمل بقى ايه، طبعا دي ارقى حاجه فيهم لانك انت بتقدر تعمل تاثيرات وحاجات كتيره في وقت واحد، ما بتقدرش تعملها من بدال واحد الا لو جبت كذا بدال مع بعض وحطيتهم على بورده بقى وبتعمل. فهو الموضوع كبير، يعني موضوع البدالات ده كبير وهناخد فيه حاجات مستفيضه يعني، ولكن كل واحد بيجيب البدالات اللي هي بتطلع له الصوت اللي هو عايزه للجيتار بتاعه. واحيانا بتبقى الموضوع على سوفت وير على الكمبيوتر، ودلوقتي بقى على الموبايل وعلى التابلت انت ممكن توصل الجيتار بتاعك عليهم وتطلع التاثيرات الصوتيه دي. فالموضوع دلوقتي بقى مفتوح للجميع، وممكن على الكمبيوتر تجيب سوفت وير مجاني كمان يعمل التاثيرات الصوتيه ديت. وكل الشركات بتتنافس في انها تجذب الناس، فبتلاقي مثلا البدلات المجانيه ديت هتلاقي فيه بدلت كمان بفلوس وانت محتاجه او انت عايزه صوته جميل بتاع، فعندك المجانيه بس هتضطر تشتري اللي هو ده بثمن ارخص طبعا بكتير من انك انت تشتري بدال حقيقي فعلا بقى متصنع بمعدن بمش عارف ايه. ولكن طبعا عشان تروح اي حفله لازم تاخد معاك الكمبيوتر بتاعك، البدلات دي بقى تقدر تاخدها معاك في اي حفله، فانت بتعزف في اي حته بتاخد معاك العده بتاعتك وبتعزف الامبليفاير والبدلات بتاعتك. البدلات دي تنفع لكل انواع الجيتارات، ففي بدلات للاكوستيك، في بدلات للالكتريك، في بدلات للكلاسيك، في بدلات للبيز، في بدلات لكل انواع الجيتارات بتطلع لك تاثيرات صوتيه مختلفه زي ما انت عايز وعلى حسب نوع الموسيقى اللي انت بتحبه. النوتة الموسيقية، النوتة الموسيقية دي بتتكتب لكل الآلات، هي بالظبط القراية والكتابة بتاعتنا في علم الموسيقى. انت ممكن تتعلم شعر
ممكن تتعلم شعر وتقول قصايد حفظتها من غير ما تعرف تقرا وتكتب. بس لو انت تعرف تقرا وتكتب هتقدر تكتب قصايد وتقرا تقدر تقرا كتب وتقدر تقرا دواوين جايه لك من شعراء تانيين، ومستواك هيعلى وتتحسن وتبقى فعلا شاعر محترف. مفيش شاعر في الدنيا محترف ما بيعرفش يقرا ويكتب في زماننا اللي احنا فيه ده. فطبعا الموسيقى، تعليم الموسيقى قرايه وكتابه، دي مش اوبشن للي عايز يتقدم في الموسيقى، لازم يتعلم القرايه والكتابه. ليه كمان؟ لما هناخد بعد كده علم الهارموني، ان انا ازاي اعمل خلفيات، اعمل كوردات ازاي، اكتب كوردات لمين، والكوردات بتتحرك ازاي، الكورد ده بعديه ده بعديه ده، مين اللي قال كده، لازم عشان اعرف كده لازم احلل نوة الكورد ده ايه. فلما انا احللها ديت احللها ازاي من غير ما اقرا واكتب انا كاتب ايه بالظبط، انا محلل ايه بالظبط. فعشان تقدر تحلل موسيقى لازم تتعلم قرايه نوتة. طالما جبنا سيره الحبايب دوت اسمه كورد. كورد الموسيقى كلها معزوفه مع بعضها بضربه واحده، الاوتار اكتر من وتر معزوفين مع بعض في وقت واحد ومتالفين مع بعض. ما انا ممكن اعمل حاجه ملهاش معنى او ليها معنى بس ليها معنى في حاجه تانية في سياق تاني في الجاز بس مش مستساغه قوي لوحدها، انما كده بيسموه تالف. تالف تالف يعني هارموني، يعني كورد، حاجات ماشيه مع بعضها تطلع صوت حلو. انت ليها قاعده طبعا، ليها قاعده، دي مع دي مع دي مع دي تعمل حاجه حلوه، دي مع دي مع دي تعمل حاجه مش مظبوطه، حاجه غريبه لازم تحطها في سياق حاجه تانية عشان يبقى لها معنى. طيب ده كورد، انما ده بيسموه سلم. النغمات معزوفه ورا بعضها كانك طالع سلم بتطلعوا وتنزلوا. طيب دوت انا عزفت على نفس نغمات السلم بس انا عزفت مقطوعه، النغمات مش شرط تبقى ورا بعضيها، بقيت انط هنا واجي هنا، عملت النغم من مقام. المقام هو اسم السلم، مقام الدو، دو ماجير او سي ماجر. فانا عزفت من مقام، عزفت على نوتات السلم بس مش سلم، اللي انا عملته ده مش سلم. احنا عرفنا الفرق بين الكورد وبين السلم وبين المقام. طيب ده دي بيسموه اربيجيو، هو اربيجيو بتاع الدو 7. ده الاربيجيو، اربيجيو او اربيج هو نغمات الكورد بس انا عملتها متفرطه، بدل ما اعمل الكورد كده عملته كده. ده بستعمله كتير قوي اما باجي اعمل امبروفيزيشن او ارتجال او بعزف في مقطوع، فدوت بيظهر معايا في الميلودي، ولكن المفردات بتاعته جايه من كورد، المفردات بتاعته جايه من كورد. فالشطاره بتاعتي والكورد بيعزف ان انا اعزف النغمات بتاعت الكورد دوت بس متفرطه في اللحن بتاعي. دي ساعتها المستمع بيستقبل الموضوع احلى لانك انت كل حاجه ماشيه صح مع الخلفيه بتاعتها. فدي شطاره، كل ما انت تتقدم في الكوردات والاربيجيوز وتستعملهم ازاي، كل ما انت الموسيقى بتاعتك بقت مقبوله او بقت جميله بالنسبه للمستمع. ده ميلودي. ده هارموني. وهو ايقاع برضو، انا ماشي ايقاع. ده اسمه الكابو. الكابو ده عبارة عن كأنك نقلت الأنطرة بتاعت الجيتار اللي في الأول ديت لنص الجيتار. فأنت هتقدر تعزف كل المعزوفات اللي أنت كنت بتعزفها على الأوتار المفتوحة من هنا، هتقدر تعزفها من وسط الجيتار. دي الكوردات بتاعت الوضع المفتوح، بقدر اعزفها
من وسط الجيتار مش من اوله بس. المترونوم المترونوم ده عبارة عن صديق الموسيقي، هو صديق الموسيقي الظريف ده، بتقدر تعمل بيه ايقاع ليه عد معين، عدد معين من الدقات في الدقيقة. العدد معين من الدقات في الدقيقة ده انت بتتمرن عليه مع الجيتار بتاعك، مش هيعرف مستواك يتحسن ولا يتقدم الا لو عزفت مع مترونوم. المترونوم دوت ممكن تلاقيه لوحده كده جاي بيتباع لوحده بالزنبلك زي المترونوم التقليدي بتاعي دوت، بتحطه على البيانو او بتحطه قدامك على الترابيزه وبتشوفه وبتسمعه وانت بتعزف عشان تتمرن، سرعتك تزيد سرعتك تقل، فانت بتتمرن بطيء الاول لغايه ما تتمكن وكل شويه تسرع السرعه بتاعتك. في مترونومات دلوقتي بتتباع الكترونيه صغيره كده، وممكن كمان التيونر نفسه يكون فيه مترونوم. وفي مترونومات كمان دلوقتي موجودة على الايفون وموجودة على الاندرويد وموجودة على الايباد وعلى الاندرويد تابلت، ممكن على الكمبيوتر. المترونوم دلوقتي مش حاجة عزيزة، وكل برنامج سوفت وير انت هتجيبه عشان تقدر تسجل بيه مزيكا هتلاقي فيه مترونوم داخلي ببلاش، يعني ملكش حجة. دساتين الجيتار، الفريتس المعدنية دي بيسموها فريتس، جمع فريت، فريت يعني دستان، بس طبعا الكلمه العربي مش مشهوره قوي، بيقولوا الكلمه الانجليزي اللي هي فريتس. الفريتس المعدنيه ديت بتديني تقسيمات على الوتر، كل واحده بتاثر طول الوتر شويه، كل ما بضغط عليها تحجز الوتر فيقصر طوله فيطلع نغمه. عشان كده الفريتس دي موجوده على الجيتار عشان تأثر طول الوتر دوت، كل ما احط صباعي عليها واضغطها فتتحجز الوتر على الفريت وتديني طول معين للوتر يطلع لي النغمه. عشان كده الجيتار بيطلع نغمات مختلفه. اتمنى اكون افدتكم بالنسبه للمبتدئين يعرفوا بالظبط ايه الجيتار وانواع الجيتارات وانواع المصطلحات اللي احنا بنستعملها في الجيتار بسهوله. يا ريت تشوفوا حلقاتنا القديمه عشان تشوفوا كل العناصر بتاعه العمل الموسيقي بالنسبه للجيتار ايه. تقدر تلعب كوردات، تقدر تعزف ميلودي، تقدر تعمل سلالم، تقدر تعمل هارموني، وتقدر تحسن التكنيك بتاع ايدك علشان تبقى عازف جيتار كويس. اتمنى اكون افدتكم وشكرا.